مش بس كده، قبل ما نطلع هوا رجال الكرة الطايرة بيرصعوا إنجازهم الكبير، أبطال الدوري السنة دي فازوا على الزمالك 3-0 وراحوا نهائي الكاس عشان يلعبوا الجيش إن شاء الله يوم الخميس على نهائي على كاس مصر، سعيا لإضافة الدوري جنب الكاس. بنات الكرة بنات كرة السلة فازوا بدوري سوبر السلة في إنجاز رائع جدا، بنحييهم وبنهني كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق. لكن كمان النهارده بيفوزوا او هيلعبوا النهائي الكاس امام الصيد اللي كان اخرج الزمالك، يعني كمان بطلات الدوري بينافسوا على الكاس، وابطال الدوري في الطايره بينافسوا كمان على الكاس. حتى في كره القدم انا بس عايز اتوقف عن الفوز اللي تحقق على في الكره الطائره قبل لحظات قبل ساعات بسيطه، يعني لان الاسبوع الماضي كان الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض في الدوري تحصيل حاصل، وكان الاهلي قد فاز بالبطوله قبل هذا اللقاء، فطبعا لم يفطن احد من الذين سعدوا بفوز الزمالك على الاهلي 3-1 على الحيله اللي عملها الكابتن محمد مصلحي لما فركش الفرقه وجرب الناقهين وجرب الصاعدين، وبعدين يعني اعتقدوا ان هذه ارهاصه للفوز الكبير في مباراه الكاس الاقصائيه. يلعبهم بقى ساعة الجد بقى تعب تعالوا فيفوز 3-0 كما هو متوقع، لكن انا بقول الزمالك بنى فرقه مش بطاله، لازم نخلي بالنا.